سكاريا مسافة ساعتين عن اسطنبول، رايحين إلى صبنجا. بس مو صبنجا والمعشوقية اللي الكل معتاد يشوفها، رح نشوف أماكن جديدة نسخة عن الشمال التركي. الغابات، الهضاب، الشلالات والأنهار. رح نعطي أفكار جديدة للسائح بنهاية الفيديو. خليكم معنا. حلويات اليقطي. هناك رازع اسماني بحر. فيها شلالات وفيها تلال. جاج شركس. منصح كل حدا جاي على صبنجا يزور كل هالأماكن اللي زرناها ورح ينبسط جدا جدا. صباح الخير من مركز صبنجا. فطورنا رح يكون في مطعم أناضولو سفرصة، وعندهم الغداء وعندهم العشاء. صباح الخير. الشاي التركي قبل كل شيء. وقت الفطور. الشاي التركي والقعدة العربية. راوفونيري أو مكان راوف. راوفونيري. أحلى شيء بهالمكان شو هو يا أحمد؟ شرب الشاي عند النهر تحت. طبعا هذا المي جاي من سفوح الجبال، بيكون مي من ذوبان الثلج. المدينة التي تلتقي بالبحر الأسود، المدينة التي تجعلك تشعر بالهدوء والاسترخاء، المدينة التي التفتت فيها الحضارات منذ آلاف السنين، مدينة الغابات والأنهار والبحيرات والهضاب. نعم، إنها مدينة سكاريا. بعد ما فطرنا في صبنجا في المطعم وبعدين زرنا بحيرة صبنجا وجينا مسافة 20 دقيقة إلى شارع الرئيسي في سكاريا وهو شارع تشارك. وسبحان الله شفنا الشباب هذول هون وكان عندنا البسكليت وحبينا نعمل جولة بهذا الشارع بالبسكليت وما خجلونا، مشكورين كثير. مركز مدينة سكاريا، شارع تشارك، شارع المحلات والمطاعم والمقاهي، من أشهر المراكز التجارية في هذه المدينة. وشو عندنا كمان مشهورة في سكاريا؟ مشهورة بزراعة القرع أو اليقطين. زراعة اليقطين. من أشهر المطاعم في سكاريا إسلمة كفتة. راح نجرب الكفتة إسلمة، شلون بتصير هالكفتة؟ خلينا نشوف. وشو كمان عندنا أحمد؟ وراح نجرب اليقطين، حلاوة اليقطين. حلاوة اليقطين من أشهر الأكلات الحلويات في سكاريا. إسلمة كفتة في مطعم مريج، من أشهر المطاعم وأقدم المطاعم في سكاريا. طبعاً إسلمة كفتة، أولاً الكفتة لازم تكون من لحم العجل، خالص لحم العجل. شغلة تانية، خبز لازم يكون نقع بمي طبعاً العظم مع فلفل أحمر. حلويات اليقطين، من أشهر الأكلات الحلاوة في سكاريا. طيب نسمع الوصفة من شيف أحمد. على أول شيء اليقطين بياخذوه بيقطعوه لقطع مثل مربعات تقريبا بنفس الشكل، بضيفوا عليه سكر، بحطوه بطنجرة وبتركوه 4 ساعات هيك شيء تقريبا. بنزل المي تبع السكر بيسلقوه بمية السكر نفسها، ببردوه، بضيفوا عليه القشطة مثل ما أنا شايفين، وبضيفوا عليه الطحينة. صوت العصافير ما شاء الله، ما أحلى صوت العصفور. دوان شاي، شلالات دوان شاي، 500 متر عن طريق العام في منطقة سكاريا. كيف الجو؟ في أحلى من هيك؟ ليش؟ الجو حلو جدا جدا. دوان شاي.
مشوار من صبانجا إلى تراكلة تقريبا 35 دقيقة. جينا على أقدم مقهى، مقهى وبنفس الوقت فندق في تراكلة، مقهى وفندق اسمه بايلار باية. من أي عام هذا يا أحمد؟ 1890. بدنا نجرب القهوة هون وبعد منه بنشوف فندق في تراكلة. تفضلوا. ne aldım? He? Ben ne aldım? Sen ne? Sıcak çikolata. Sıcak çikolata aldın ya. Ay vardı ya. Çikolata burada. Aha. He? المطعم اللي افطرنا فيه أول يوم في صبنجة رجعوا دعونا على الطبخ العربي. أول شيء يا ميت أهلا وسهلا فيكم. الله يسلمك أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. طبعا المطعم بشكل عام مطعم نعم. عربي. نعم. مصنفين في أنواع محددة ما في منها بصبنجة. نعم. مثلا عندك هون هذا الأوز العراقي. أوز العراقي مؤلف من ثلاث أنواع رز بالإضافة للحم. ما شاء الله. عندك الكبسة هون دجاج. كبسة دجاج. أيوة. كمان في المندي لحم. المندي لحم. شايف هون. نعم. بالإضافة للمشاوي. إضافة للمشاوي المشكلة هون عندنا. مشاوي مشكلة بتوصل تقريبا 11-12 صنف. مطعم نظيف وجميل جدا وخاصة في تقديم الطبخات العربية في مركز صبنجة. شكرا لك. مثال وسلام. الله يبارك فيك. هالليلة بدنا نسكن في قصر من قصور الدولة العثمانية عمره 170 سنة. تفضلوا خلينا نشوف هالقصر. القصر عبارة عن أول ما تدخل عبارة عن مقهى صغير تراثي. فوق المقهى طابقين عبارة عن غرف مع حمام. السجاد والموديل كله تاريخي. طبعا الخزن عاملين طراز عثماني. طراز عثماني بحت. وعندنا الحمام تفتح الخزن تطلع الاتجاه. فكرت خزان. لا حلو ما شاء الله. تمام هادي. صباح الخير. الفطور كان طيب ونحن حاليا بمنطقة اسمها تراكلة طالعين إلى تلة حصار. بعد مشوار ربع ساعة عن مركز المدينة اطلعنا على تلة خضر نبي في ترابزون. في ترابزون في تراكلة خضر دادا تراكلة. صحيح نحن في تراكلة. تلة خضر دادا في تراكلة منطقة جبلية إطلالة رائعة جدا باتجاه المدينة. طبعا المنطقة فيها الهضاب وفيها شلالات وفيها تلال وفيها فنادق تاريخية قصور عثمانية. شفنا هذا المطعم. المطعم عبارة عن مسمكة. تمام. الأحواض هدول عم بيربوا أسماك وبنفس الوقت مطعم للسمك. ونحن رايحين من قرية ماهطملار باتجاه كراكول. شفنا هاي المنطقة منطقة فيها مستنقع وفيها مياه جوفية مثل مياه جوفية وبقايا من ذوبان الثلوج. وعلى فكرة مو كتير بعيدة من بحيرة صبنجة، تاخد ساعة بالسيارة فقط. طيب شو اسم المنطقة؟ كراكول. طيب شو عم تطبخنا يا أحمد؟ دجاج شركس مشهور بالسكاريا. كيف الوصفة؟ الوصفة أول شيء عم نسلق الدجاج. ببرد الدجاج بفرطه، بجيب الإكمك باخذ القلب تبع الإكمك بس الأبيض. نعم. بفرطه كمان بزبدية بحطهم فوق بعض، بدق الجوز وبدق التوم مع بعض
بحطهم فوق وبخلطهم مع بعض. طيب رح ناكله ان شاء الله. يلا جربها. كوخ جميل بإطلالة رائعة مع جاكوزي. طبعا كان عندنا خيار تاني هون بالنسبة للسكن في سكاريا، غرفة النوم عاملين فوق. واو ما شاء الله، منظر رائع، صوت النهر من هون وصوت الشلال من اليسار من تحت، شيء روعة. سكاريا فعلا منطقة جميلة جدا. طبعا هذا كان عندنا الخيار بالنسبة للسكن الكوخ. من صبانجا الى مركز سكاريا ايش اخذ معنا وقت؟ 20 دقيقة. 20 دقيقة تخيلوا، يعني في 20 دقيقة السائح بيجي على صبانجا وما بيزور مركز سكاريا. طبعا ايش في مركز سكاريا؟ في شغلات حلوة يعني، غير هيك مثل بيروح مثلا على ترابزون وما بعرف انه هون في عنده ترابزون اصلا. يعني ترابزون نسخة عن ترابزون وما حولها في سكاريا. سكاريا من اجمل الاماكن. في تراكلة في لا يقل عن 4-5 فنادق، وفي سكاريا كمان عندك فنادق 4 نجوم و5 نجوم. يعني السائح بيجي على صبنجة ممكن يروح ياخذ ليلتين بسكاريا، وبعدين ممكن ياخذ ليلتين بتراكلة. وعلما تراكلة في الشتاء درجة الحرارة كم؟ ناقص 23. يعني منطقة باردة، اللي داير على البرودة منطقة باردة جميلة جدا. أحلى مكان في تراكلة بحيرة كراغل وهضبت كراغل. منصح كل حدا جاي على صبانجا يزور كل هالأماكن اللي زرناها ورح ينبسط جدا جدا. هذا الموقع عند قرية دوان شاي. مجرد تكتب دوان شاي النهر بيمر من قلب القرية وبيكمل باتجاه الشلالات باتجاه الجبل. منطقة جميلة جدا، بنصح الجميع يجربوا. أي واحد يجي على صبنجة ما يركز على صبنجة البحيرة وما حولها، يطلع باتجاه سكاريا ويطلع باتجاه تراكلة، ومن تراكلة ممكن يرجع إلى صبنجة وإسطنبول. بنهاية فيديو سكاريا بدي أعرف منك الفيديو القادم لوين؟ الفيديو القادم مثل ما وعدناكم في ترابزون عن ريف إسطنبول. هذا المقطع كان عن سكاريا وما حولها، المقطع اللي بعده بده يكون كوجائلي إزميت، وراح تشوفوا الهضاب الموجود هناك، وراح تشوفوا الأنهار، وراح تشوفوا الشلالات، وراح تشوفوا أشهر الطبخات في إزميت. إلى اللقاء، خليكم معنا.